السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذا الفيديو سأحكي لكم قصة وأتمنى أن تأخذوا عبرة من هذه القصة، حيث كنت في الأسبوع الماضي أتصفح الفيسبوك، يعني أتصفح الفيسبوك وأشاهد المنشورات وغيرها من ذلك، وبي أدخل إلى أحد الجروبات، يعني أحد المجموعات في الفيسبوك. هذه المجموعة يعني متخصصة في الايفون والاي او اس وغيره من ذلك، يعني ويوجد بعض الأشخاص يطرحون مشاكلهم ويطرحون بعض البرامج وغيره من ذلك. إلا وشاهدت مشكلة أو شاهدت منشور يوجد به مشكلة لأحد الأشخاص في هذا الجروب، حيث قام أحد الأشخاص بطرح مشكلته في هذا الجروب وقال أن الواي فاي في هاتف الايفون ضعيف. نعم، ضعف الواي فاي يعني لا يعتبر مشكلة في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يعتبر مشكلة لأن الواي فاي من هاتف إلى آخر يختلف، فربما كان يقارنه بأحد الهواتف سامسونج أو نوكيا أو أي من ذلك، ربما كان هاتفه يوجد به مشكلة هاردوير، ربما الشبكة بعيدة ويريد أن يلتقطها من بعيد ويعتقد بأن إذا وصل مثلا إلى اللابتوب والواي فاي يصل أيضا إلى الايفون، فهذا يعني ربما كما قلت لكم تعتبر مشكلة وربما لا تعتبر مشكلة. ولكن المشكلة الأكبر من ذلك هي الحلول التي يقترحها بعض الأشخاص لبعض المشاكل، حيث صدق معي أو لا تصدق مشاهدي الكريم بأن أحد الأشخاص قال له في تعليق انزع الكفر، نعم الكفر، لأنه يحجب الواي فاي ويضعفه في هاتفك الايفون، بل هو أكبر من ذلك والطامة الكبرى هي انزع الشريط اللاصق من على الشاشة لكي يقوى الواي فاي لديك. لا، وهذاك شيء زي الفلح، نزع نص شريط لاصق من على الشاشة وخلى النص الثاني وأتى بهاتف آخر وصورها ووضعها لها في تعليق وكتب نحيتها نيحها وفرحان، يعني سيعتقد يعني حتى وإن ضل الواي فاي مثل ما هو سيعتقد بأن الواي فاي يعني قد قوى لديه وأصبح قوي لديه. ويعني لا أعرف ما هذا الحل ولا أعرف كيف يوجد بعض الأشخاص يصدقون مثل هذه الخرافات وهذه التفاهات، فيعني حسسني أن الواي فاي يدخل من الشاشة إلى الهاتف أو أن الشريط اللاصق سواء كان يعني مطاط أو نايلون أو حتى يعني مرش مصنوع من فولاذ، يعني فقط يعني ناي، وما الذي سيسببه هذا الشريط اللاصق؟ شريط لن يسبب أي شيء، حتى سيدي حتى وإن كان يضعف الواي فاي، يعني كم النسبة التي سيضعفها في هاتفك الايفون؟ ما الذي سيسببه؟ يعني يروا بعض الحلول وبعض الأشخاص يقترحون لك حلول، يعني العبرة التي أريد أن أوصلها من هذا الفيديو لا تصدق أي شيء ينشر على شبكة الإنترنت، سواء كان حل اقترح لك شخصيا، سواء فيديو أو شرح شاهدته في اليوتيوب أو في أي موقع، يعني استفسر حتى لديك بعض الشكوك في هذا الفيديو أو لديك بعض الشكوك في هذه الحلقة أو هذا الموضوع أو هذا الحل أو هذا الفيديو، استفسر عنه. يعني أنا المشكلة هذه عندما يعني من كثر الثقة التي وجدتها في صاحب المشكلة والذي اقترح الحل وبعض التعليقات الأخرى التي تدعم هذه المشكلة وهذا الحل من بعض الأشخاص الآخرين والكمية الثقة التي وجدتها، يعني اعتقدت بأن يعني الموضوع حقيقي وأن الشريط اللاصق يضعف الواي فاي. فكنت حوالي أسبوع وأنا أبحث في محرك البحث جوجل فيوجد أي شيء هذا الموضوع، يعني شريط لاصق لصقة نايلون تحمي الشاشة من الخدوش ليس لها علاقة بالواي فاي أبدا. العبرة كما قلت لك لا تصدق أي شيء على الإنترنت، لا دائما أسأل المختصين، أسأل الفنيين، أسحب أصحاب المواقع يعني أسألهم هم، لا تسأل أي شخص حتى وإن اقترح عليك حل قل له شكرا بارك الله فيك واذهب وابحث، أنت لم تكن مقتنع بهذا الحل لا تقم بعمله وفكر وشغل مخك قليلا، يعني ليس أقول لك انزع الشريط اللاصق تأتي به وتقوم هيك وتخلي نص وتصوره وتقول له رحيت وفرحان وتعتقد، يعني لا أعرف، يعني لا أعرف. شر البريد يضحك كما يقولون. أتمنى أن تكون العبرة قد وصلت في هذا الفيديو، شاركها مع أصدقائك لا يصابون أيضا بنزع الشريط اللاصق حتى يقوى الواي فاي لديهم. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.